الحلوة الأولى حلوة تطوانية الاسم ديالها لقيطة. عندنا فيها نص كيلو ديال الزبدة ديال العبار. رابعة ديال اللوز مهرمش بقشورو. رابعة ديال الكركاع مهرمش. رابعة ديال البيستاش مهرمش. ورابعة ديال الزنجلان محمر. نص كاس ديال مزهر. وكاس ديال السنيدة. خمارة وحدة. والبيض بيضة وحدة. والسكر ثقيل للتزيين. غادي ناخدو في واحد القصرية ناخدو الزبدة ديال العبار تنمعكوها مع داك الجنجلان محمر وسخون شوية باش يدوب بين داك الزبدة. تنضيفو ليها القريصة ديال الملح والسكر والبيض المزهر والخمارة وداك الفواكه كلها اللي ذكرنا. عاد تنبداو نضيفو الدقيق بشوية بشوية. من بعد راه اما تنقطعوها باي طابع عندنا في الدار ولا تنقرصوها بداك القراصه اللي تكون عندنا في الدار. ايه واخا كيبقى التزيين اختياري. ايه واخا هي ومين تطيب ترشوها بسكر كلاصي. سكر كلاصي هذه اول حلوه من اقتراحنا ديال من فاس. ايه عندنا حلوه الثانيه التليجه. ايه حلوه التليجه واخا عندنا فيها 4 ديال البيضات. 4 المعالق ديال الحليب سائل. ايه 4 ديال الخمارات. زلافة سنيدة. 4 ديال الزبدة والفورص وبيضة. تنجمع كل شيء المقادير وتنكورها كويات صغار. مني تطيب تناخدو القرعة ديال المربى ديال المشماش وتنضيفو لها شوية ديال الزنجلان محمر أو مطحون وجوج معالق ديال المزهر وتنمرمدوها فيها ومن بعد في الكوك. داك الكونفيتور اللي كيكون جاري ديال الحلوه. اييه واخا هذه حلوه ديال التليجه ساهله كتجي لذيذه بزاف. نديرو الحلوه ديال التمر. عندنا فيها كيلو لاروب ديال التمر. اييه 4 ديال الكاوكاو محمر بقشورو ومطحون. 4 ديال السنيده. 4 ديال الزبده. نص كيلو ديال الفورص. جوج خمارات. قريصة ديال الملح وجوج بيضات. وعندنا 20 قطعة ديال الشوكولات الأسود وستة القطع ديال الشوكولات الأبيض. تناخدو الزبدة دايبة تنضيفو ليها البيض وسنيدة والكاوكاو والتمر مفور. قريصة ديال الملح تنخلطو كل شي مزيان وتنضيفو ليه الفورص. من بعد تناخدو لاطا تندهنوها وتنسرحوا فيها داك العجين. ايه تتقرص مزيان الى بدات لصقنا اليد ديالنا تندهنوها بشويه ديال الزيت. من بعد تندخلوها الطيب ومين تخرج راه تندوبوا داك الشوكولاته الاسود وتنخوي فوق منها تخليوها حتى يبرد واحد شويه. عاد نديرو كويرات من داك الشوكولاته الابيض وعاد نديرو داك الخطوط بحال شكل ديال الملفاي. ايه واخا ندوزو دابا الغريبه ديال الكوك. عندنا فيها 4 ديال الكوك مطحون. 4 ديال الزنجلان محمر ومطحون. نص كاس ديال النخاله محمر ومطحون. 4 ديال السنيده فاني وجوج معالق ديال المزهر. 3 الخمارات وجوج معالق ديال المربى. نص كاس ديال الزبده مذوبه. 4 ديال البيضات حتى الخمسه. تنجمعوا كل شيء وتخليوها ترتاح. ملي تنشوفوها ترتاح وتجمعات تنكوروها كويرات تنفندوها في السكر كلاصي وتندخلوها الطيب. ايه واخا تنكون مشعلين الفران قبل وتنديروها من الفوق حتى تشقق عاد تنهبطوها لتحت. ايه الحلوه الاخرى عندنا في هذه كويرات بالشوكولات. عندنا 500 غرام ديال الكاوكاو مقلي ومقشر ومطحون. 4 ديال الشوكولات. نص كاس ديال العسل. راس معلقة ديال القرفة. جوج معالق ديال الكوك والكويغطات. وعندنا الكوك للتزيين. تندوبو في باماغي تنديرو في كاسرونة فيها الماء من الفوق منها واحد الكاسرونة صغر منها تنديرو فيها العسل تنديرو فيها الشوكولات الأسود تخليه حتى يذوب تنضيفو الكاوكاو والكوك
وداك راس المعلقه ديال القرفه. من بعد نزولوها من العافيه ودائما نخليوها في داك الحمام مريم. وتنبداو نديرو كويرات صغار تنمرمدوهم في الكوك وتنحطوهم في كوغطات وتندخلوها للثلاجة. واخا عندنا حلوة برقائق الدورة، عندنا في هاد المقادي عندنا رقائق الدورة وعندنا الشوكولاط الأبيض والشوكولاط الأسود والورقة ديال الزبدة. تندوبو داك الشوكولاط الأسود قبل بعدا تناخدو داك الرقائق الدورة تنديرهم في واحد الزلافة وتنهرسهم بزلافة أخرى باش يجيونا قد من بعد تندوبو داك الشوكولاط الأسود وتندوبو الشوكولاط الأبيض وتنقسمو داك الرقائق الدورة على جوج، النص تنديروه نخلطوه بالشوكولاط الأسود والنص نخلطوه بالشوكولاط الأبيض. تنفرشو داك الورق ديال الزبدة وتنهزو معلقة كبيرة من الشوكولاط الأسود وتنهزو معلقة صغيرة من الشوكولاط الأبيض ونحطو فوق منها وتندخلوها الثلاجة تبرد وبالصحة والراحة. يلا يعطيك الصحة، حتى هذه من الحلويات الساهلين. دابا غادي ندوز للحلويات ديالي. تفضلي. أنا عطيك كعب الغزال بالتمر، دابا التمر راه موجود. وكيبقى لنا فعلا بزاف نديرو به الحلويات. عندنا في المقادير ديال العجين نص كيلو ديال الزبدة، جوج معالق ديال السكر كلاصي والدقيق اللي يجمع. العقده عندنا فيها نص كيلو ديال التمر مفور، اما ناخذوه من برا جاهز او نصيبوه لروسنا. حنا دابا راه موجود عندنا نفورو، نزولو لي داك العلفه ونزورو لي داك القشره الفوقانيه ونمعكوه مزيان. تنضيفو لي ثلاثه المعالق ديال المزهر ومعلقه ديال القرفه وكاس كبير ديال اللوز مفسخ ومقلي ومهرمش. تعرف قصرية تنحطو داك نص كيلو ديال الزبدة، تنضيف ليها جوج معالق ديال السكر كلاصي تنمعكها مزيان، ومن بعد تنبدا نضيف داك الدقيق بشوية بشوية حتى تتجمع لينا تكون شوية مرخوفة. داك الكويرات ديال داك العقدة ديال التمر تنصنعو منها واحد الكويرات على شكل واحد الحرابل على شكل سيجار صغيور. وتنسرحو داك العجين بالمدلك مزيان تكون رقيقة، وتنقطعو اما بكاس او بداك الاطار الدائري اللي تنقطعو به البيتزا ولا الحرشه. تنقطعوها تنحطو داك الحربل ديال التمر وتنشكلوها على شكل ديال الكعب الغزال. تنسدوها مزيان وتندخلوه يطيب، ملي تيطيب تنخرجوه وتنمرمدوه وهي سخونه في السكر كلاصي الخاص بالحلويات. كيجي لذيذ هاد الحلوه ديال التمر، تجي زوينه مزيانه بزاف. ندوز دابا الصابلي، هاد الصابلي غادي يخرج لينا ربعة ديال الكويرات، ربعة ديال الشكل ديال الصابلي. عندنا فيه نص كيلو ديال الزبدة ديال العبار، ربعة ديال البيضات، جوج كيسان ديال الزيت، كاس ديال النشا، قشور حامضة أو قشور ليمون، خمارة وحدة، و 300 غرام ما بين السكر كلاصي وسنيدة. وعندنا هنا باش غادي نحصلوا على داك التقرميشه اللي تيبغيو المستمعات في داك الصابلي غنديروا 6 ديال الفاني. وهذيك 300 ما بين السكر كلاصي وسنيدة وهاد 6 ديال الفاني هو اللي تيخلينا داك الصابلي تيكون مقرمش هكذاك. وعندنا الدقيق اللي غادي يجمع في قصريه، تنخدموا داك الزبده مع سنيده مزيان وسكر كلاصي داك 300 غرام. تنضيفوا ليها داك الزيت بشويه بشويه. من بعد تنضيفو داك القشور الحامض او قشور الليمون، تنضيفو النشا داك الكاس ديال النشا وتنضيفو الفاني وتنبداو نضيفو الدقيق، وحنا تنجمعو غير بالرؤوس ديال الاصابع ديالنا ما نخدموش الكف ديالنا. تنبقاو حتى تتجمع لينا تتكون داك العجينه بين وبين مرخوفه شي شويه ما نجمعوهاش ما تكونش قاصحه. من بعد تنقسموها على ربعه ديال الكويرات، تنديروا كل كويره في بلاستيكه وتندخلوها للثلاجه نص ساعه. من بعد تنبداو نخرجوا بكويره، تنخرجوا الكويره الاولى تنسرحوا، يا اما عندنا بزاف ديال الاشكال، يا اما غادي هذيك الكويره نقسموها على جوج، وحده نخليوها بيضه وحده غنزيدوا فيها الشوكولات غبره. واخا ونعجنوها مزيان، وغادي نسرحوا داك العجينه البيضه نقطعوها بمرشم دائري يكون يشكيل صغير،
ونصرحوا الكحله اللي فيها الشوكولاته غبره ونقطعوها حتى هي بالمرشم دائري ونحطوا وحده بيضه وحده هكا كحله حيت غنديروا وحده بيضه لصقه وحده بيضه وحده مع وحده كحله هكذاك. من بعد غادي نوجدوا باش غادي نلصقوهم غادي نديروا كاس ديال الماء في كاسرونه كاس ديال السنيده كاس ديال الزيت معلقه كبيره ديال الكليكوز هادو نخليهم يغليو حتى يتعلقوا مزيان من بعد تنزولهم للعافيه وتنضيفوا لهم جوج دراهم حتى 3 دراهم ديال الشوكولات مربعات كحل وتنطربوا كل شيء مزيان وتلصقوا بهذاك البيضه مع الكحله واخا تعطينا واحد المنظر منظر فعلا داك الكحل والبيض ايه ولا ناخذوا عاوتاني الكويره الثانيه تنسرحوها بالمدلك مزيان تنقطعوها باي مرشم بغينا اما الا درناها بمرشم ديال القلب راح تنحطوا داك المرشم داك القلب في اللاطه مدهونه وعاد تندهنوا النص ديال داك القلب بالبيض ديال البيض وتلفوا عليه الجنجلان الابيض وتدخل الطيب مين تتخرج داك النص الثاني تندهنوه بالناطاج ولا المربى وتنرشوه بالفيرميسي الاسود ولا الكويرات تخرجوها حتى هي تنسرحوها حتى هي بالمدلك وتنقطعوها بالمرشم اما هذاك الدمعه واحد المرشم معروف عند لفيت عندو قلتي لي عطيني الدمعه راه تعطيها لك ولا باي ولا مرشم دائري اللي بغينا تنقطعوها على شكل كيما قلت ديال الدمعه تندخلوها الطيب غير هو يحاولوا المستمعات يرقوه باش يجينا رقيق مني غادي الطيب غادي نوجدوا واحد المربى باش غادي نلصقوا غادي نديروا واحد جهد جوج كيسان ديال المربى ولا كاس ونص ديال المشماش في كاسرونه غادي نضيفوا ليها معلقه كبيره ديال الخل ومعلقه كبيره ديال السنيده ونقصوا البوطه نخليهم حتى يتعلقوا مزيان من بعد ملي غنحيدوها من العافيه غنزيدوا فيها معلقه كبيره من داك الروح ديال الفرنواز وتنحركوا مزيان راه هو من تيجمد تعطينا واحد اللون احمر وتعطينا واحد اللمعه ومذاق زوين بزاف تلصقوا به داك الصابلي داك الصابلي بعدا ملي قطعناه دوائر وحده تنخليوها صحيحه وحده تنقطعوها اما بداك المرشم فيه نجمه او مرشم راه كانوا دابا مرشمات صغيورين تنقطع بهم الشكل اللي بغينا وتلصقوا بهذا الشكل اللي هذا اما نخليوها هكا اما تندهنوها بالمربى من الجناب وتندوزها في اللوز ايفيلي يعني عجينه وحده ديال الصابلي وتبارك الله يعني تشكلوا منها بزاف ديال الاشكال اييه بالمرشمات بريشمات يعني مرشم مختلف دابا موجود شكيلات موجودين بزاف عندنا حلوه ديال الهلال بالتمر هذه ساهله والمقادير ديالها حتى هما بسيط عندنا 500 غرام ديال الفورس 125 غرام ديال الزبده جوج ديال البيضات والمزهر مزهر باش غادي نجمعوا الحشوه عندنا فيها العجين ديال التمر مع كاس ديال اللوز مفسخ ومهرمش والتزيين عندنا اما العسل او الناطاج والجنجلان محمر طريقه في قصريه تنحطوا داك 500 غرام ديال الفورص ترملوها بهداك 125 غرام ديال الزبده حتى ترمل لينا مزيان عاد تنبداو نضيفوا البيض من بعد نضيفوا المزهر بشويه بشويه حتى تجمع لينا من بعد ملي تتجمع تنخليوها جانبا تندوزوا داك العجين ديال التمر تنمعكوه مزيان اما تنديروا المذاق ديال شويه القرفه اللي بغينا النسمه ديال القرفه او تنديروا شويه ديال المزهر باش ننسموه وتنخلطوه بداك الكاس ديال اللوز اللي فسخنا وهرمشنا مزيان وتنديروا ونصنعوا منه واحد بحال الهلال حريبل وتنعوجوه بحال شكل ديال الهلال تناخذوا كويره من داك العجين تنسرحوها بالمدلك مزيان وتنقطعوها واحد الشرائط طويله بحال شكل الا غادي نديروا الحربل بحال شكل الا غادي نديروا داك الفقس صغيور في داك القياس تناخذ داك الهلال وتنبداو نلفوا عليه داك القطيب ديال العجين اللي برمنا وتنخليو واحد الفراغ ما بين اللويه واللويه فهمتينا اختي سهله اي مفهومه سهله حتى تنكملوا داك اللفه تنحطوها في اللاطه وتندخلوها تحمر غادي غير تحمر لينا نشوفوا داك العجين تحمر لينا وتنخرجوها من بعد قبل نسيت داك تناخذوا داك المنقاش تنبداو نقشوا داك العجين اللي برمنا على داك الهلال ديال التمر من بعد ملي تتخرج ترشوها بالعسل
او تندهنوها بالنطاج وترشوها بالزنجلان. حلوه سهله بزاف. عندو دابا الغريبه بالشوكولات ياتلي. عندنا 100 غرام ديال الشوكولات دايب، 50 غرام ديال حبيبات الشوكولات، 50 غرام ديال السكر كلاصي، 3 البيضات، 2 خمارات، و 2 ساشي ديال الفاني، و 50 غرام ديال الشوكولات البودره داك المر، و 240 غرام ديال الفورس، وعندنا قريصه ديال الملح. للتزيين عندنا السكر كلاصي ولا سنيده واحد فيهم. الطريقه تناخذوا داك الشوكولات اللي ذوبنا داك 100 غرام، تنضيفوا ليه داك المكونات السائله كلها، عاد تنضيفوا المكونات الجافه. من بعد تنصنعوا كويرات صغيرين وتنمرمدوهم في السكر كلاصي الخاص بالحلويات وتندخلوا الفرن يطيب. تطيب هذه بحال شكل ديال البهله، العافيه من الفوق هو الاول تتشقق عاد تنزلوها لتحت. ايه ندوزو دابا اختي الغريبه بالتمر والكوك. غريبه بالتمر والكوك واخا. عندنا 100 غرام ديال الكوك، 100 غرام ديال الكاوكاو داك الكاوكاو الصغير محمر ومطحون، وعندنا 200 غرام ديال التمر معجون، وجوج معالق من الكاكاو المر، وجوج معالق من الزبده تكون واخده درجه الحراره ديال المطبخ. الطريقه تنخلطوا المقادير كلها، تنشكلوا منها كويرات صغيره وتنوركوا عليها بواحد الطابع، راه هذاك الطابع دائري هو دير وكله خاوي من الداخل، غير فيه واحد الخط طويل وعاوتاني خط مربع وعاد اخر بحال تنحصلوا على عندنا فيه 6 ديال المثلثات. راه موجود في الاسواق. تناخذ دوك الكويرات نبسطوا عليها بداك المرشم، ولا ما كانش موجود راه يمكن نديروها نفلحوها غير بالموس. ناخذ الموس نديرو الطول نفلحوا على الطول عاوتاني على العرض عاوتاني تنبداو نضربوا على الجناب. مفهوم اختي سناء؟ اي مفهوم. من بعد تندخلوها للفرن طيب واحد 6 دقائق دغيا تطيب تكون موجوده، ومن تدخلش ندهنوها بالنطاج وتنديروا واحد الحفيره قبل بعد نديروا واحد الحفيره في الوسط. هذيك الحفيره ملي غطيب وتخرج غنديروا فيها داك العقيق، يكون داك العقيق الفضي باش كيعطي منظر. وترشوها بالكوك تنديروها في الكوبرتات اي لون بغاو. ترش بالكوك؟ اييه ترشوها بشويه الكوك مع دهناها بالنطاج، ترشوها بشويه ديال الكوك وندخلوها ونديروها في الكوبرتات. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. ندوز وقتي دابا بغيت نعطي واحد الشهده ومسمن. واخا. واحد الشهده تتجي شويه ممتازه والشكل ديالها مغاير على الواحد الشهده. واخا تبع معك الطريقه. عندنا كاس ديال الياغورت باي نكهه، انا تنديرو بفاني. بيه هو نيت نعبرو كاس ديال السنيده. نعبرو بنفس الكاس ديال الياغورت كاس السنيده. بنفس الكاس ديال الياغورت كاس السنيده وكاس الزيت. وتنديرو قريصه ديال الملح. تنديروا شويه من الخميره المعجونه شي معلقه على حسب، دابا كاين شويه الصاد. تنديروا شويه الخميره المعجونه شويه بزايد، وتنضيفوا خماره ديال الحلوى والدقيق اللي غادي تجمع لينا. ملي غادي نجمعوا تخليوه شويه مرخوفه، غادي نقسموها على جوج. واحد غنخليوه بيض والثاني غنضيفوا ليه نبقاو نضيفوا داك قبل بعدا غنخليوها شويه خفيفه في سناء. حيت ملي نقصوها داك النص غنزيدو فيه الدقيق حتى يتجمع لينا يكون شويه خفيف، والاخر غادي نزيدو فيه الشوكولات غبره. واخا غنبقاو نضيفو في الشوكولات غبره حتى تتجمع لينا. من بعد تناخدو داك المول تندهنوه يكون دائري، تنبداو نقطعو كويره من داك البيضه من داك العجين الابيض كويره غير صغيوره. تنكونو وجدنا الفرماج اما المربع او المثلث، تنقطعو مكعبات مربعات صغيرين وتنغصوه في الوسط في العود الشوكولاته تنديرو فيها الفرماج وتنحطوها في داك المول. تناخدو كويره من الكحله وتنديرو فيها شويه من الشوكولاته المربع في الوسط. وحنا غاديين بهذه الطريقه حتى تنكملو داك المول كامل. غادي يبقى لينا واحد شويه من البيض وشويه من الاسود. غادي نجيو للوسط ديال داك الشهده فوق من داك الكحله غنديروا فوق منها كويره بيضه. بيضه هكذاك. وفي وسط منها فرماجه. وفوق من الكحله غنديروا فوق منها كويره
وفوق من البيضة غندير فوق منها كويرة كحلة وفوت منها الشوكولاتة. أدينا واحد دائرة يعني الكويرة كحلة، الكويرة كحلة وسط منها الشوكولات والكويرة البيضة وسط منها الفرماج. وسط من الفرماج وفوق من البيضة تنديروا الكحلة وفوق من الكحلة تنديروا البيضة. اللون مختلف. إيه وتخليوها حتى تتخمر لنا مزيان. مني غادي تخمر مزيان غادي ندخلوها الطيب، ومني تخرج نقبل بعد ندهنوها بالصفار ديال البيض وندخلوها الطيب تطيب مزيان مين تخرج ونديروها في التفصيل ديال التقديم نسقيوها بالعسل. إما هي سخونة يكون العسل بارد أو هي تتبرد عاد نسخنوا العسل ونسقيوها به مزيان ونرشوها بجنجل ونخليوها عير هكاك تعطي واحد المذاق زوين ومنظر زوين. فعلا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. وزدتو دابا الاخر غفات هذا مسمك عطيتوه تطلب واحد بزاف المستمعات طلبوه باش نعاودو في قصرية تنديرو كيلو ديال الدقيق جمعة كبار ديال الزبدة مدوبة معلقة كبيرة ديال السنيدة كاس كبير ديال الحليب دافي باش غادي نجمعو بيضة كاملة فاني شوية من الخميرة ديال الخبز غير شوية ونص خمارة ديال الحلوى وعندنا جوج معالق كبار ديال الزنجلان محمر ومطحون مني المزيان وشويه من الزعفران شعره تنصفيه واحد شويه فوق من شي طنجره ولا شي غطاء يكون سخون وتنحكوه بين يدينا قيسه ديال الملح الا بغينا نزيدو واحد نص كاس ديال اللوز هو بقشور مطحون مني المزيان ما بغيناش نكتفيو بهاد المقادير تنجمعوا كل شيء بالحليب مزيان تتجمع لينا تخليوها ترتاح تنصنعوا كويرات يا إما تنديروا كويرة كبيرة وتنسرحوها بالمدلك وتنقطعوا بالمرشم مربعات وتنقليهم في الزيت يا إما تنديروا كويرة صغيرين تنسرحوهم بالزبدة والزيت وتنربعوهم بالحق يكونوا صغار صغيرين بزاف صغار من الكف ديال الليل تنبسطوهم غير شوية وتنقليهم في الزيت من بعد تنصفيهم مزيان حتى ينشفوا وتنديروهم رشوهم بالعسل ونعاودوا نرشوهم باللوز إفيلي ولا اللوز مقلي ومهرمش. هذا الرغيفات كيجيو راقيين يعني في الوقت ديال الاعياد والمناسبات. تبارك الله عليك ليلى ام ياسين، 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 تبارك الله عليك.